تعمق كبير متوقع لمنخفض البحر الأحمر، رياح شرقية قوية، أتربة مثارة، أجواء أبرد من المعتاد، وربما أحوال جوية غير مستقرة. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن تشير الخرائط الجوية الواردة لدينا هنا إلى تعمق ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر خلال الأيام القادمة. هذا منخفض البحر الأحمر قادم من الجنوب باتجاه الشمال، وهو يقع دائما فوق منطقة البحر الأحمر ويمتد أحيانا نحو الشمال. يقابل ذلك تعمق لامتداد للمرتفع الجوي الذي يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري خلال الأيام القادمة. كما نلاحظ كل ذلك مع تعمق هذا المرتفع الجوي وامتداد منخفض البحر الأحمر نحو الشمال سيعمل على وجود تحدر كبير يسمى بالضغط. بمعنى آخر، هناك رياح قوية ستندفع باتجاه المملكة، هي رياح جنوبية شرقية لشرقية. هذه الرياح تكون قوية بما يكفي لإثارة الأتربة والرمال وحدوث موجات غبارية تؤثر على المملكة بما في ذلك العاصمة عمان. ذات الرياح تكون جافة أيضا بما يكفي لأن تزيد من الشعور بالبرودة بشكل لافت. سنشهد ذلك خلال الليالي القادمة، وحتى في ساعة النهار سنشعر أن الطقس أبرد بكثير من درجات الحرارة التي نعلنها، لأن هناك درجات حرارة ملموسة تكون مختلفة عن التي تقاس. وأيضا سنتوقع أن تكون هناك بعض الهبات القوية بما يكفي التي تستدعي منا الانتباه بتثبيت المقتنيات الخارجية، سيما في المناطق الشفافة غورية وجبال الشرار جنوبا. هذه المناطق تتأثر بشكل كبير بهذه الرياح القوية. فبعد لاحظنا النماذج الجوية العددية لسرعة الرياح اعتبارا من ليلة الجمعة، يعني ليلة الخميس على الجمعة تقريبا مع ساعة منتصف الليل، تشتد الرياح تدريجيا الشرقية في المناطق الوسطى والمناطق الشمالية. هذه الألوان تنم على اشتداد في سرعة الرياح كما نلاحظ. كما تلاحظون صباح يوم الجمعة معظم المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من جبال الشراء على موعد مع اشتداد كبير للرياح الشرقية والجنوبية الشرقية، وسنشهد ذلك بشكل واضح، التي ذات الرياح تزيد من شعور بالبرودة، تكون جافة وأيضا تزيد من نسبة الأتربة والغبار المثار. هذه الرياح لأنها قادمة من جنوب غربي المملكة، الجنوب شرق المملكة، تكون محملة بالأتربة والرمال وتمر فوق الأراضي الصحراوية ثم تتجه باتجاه المناطق الوسطى والشمالية، مما يعمل على جعل الطقس مغبر نوعا ما أثناء تأثر المملكة بهذه الرياح. تبقى هذه الرياح حاضرة مع ساعات مساء يوم الجمعة، لكنها تشتد بشكل لافت مع ساعات المساء. نلاحظ رياح قوية متوقعة طول هذه المناطق، تكون مصحوبة بهبات قوية قد تصل سرعة بعض الهبات في بعض المناطق سيما الشفا غورية إلى أكثر من 80 أو 90 كيلومتر في الساعة خلال ساعات ليلة الجمعة السبت. هذه خرائط ليلة الجمعة السبت، رياح قوية في أغلب مناطق المملكة، رياح جنوبية شرقية قوية مغبرة جافة وتزيد من الإحساس بالبرودة، تهب على معظم مناطق المملكة، تتركز كما تلاحظون في الشرق، في جنوب شرق، في الوسط، في الشمال، وأيضا مناطق الجبال الشراء، وتزداد هذه الرياح قوة يوم السبت. يوم السبت يوما عاصفا من ناحية الرياح، هناك رياح قوية، أجواء مغبرة، نشعر بالبرودة أكثر. وأيضا كما قلت قبل قليل، المناطق الشفا غورية والأغوار سيما أصحاب البيوت البلاستيكية يجب عليهم الانتباه كثيرا من هذه الرياح. أيضا كل من لديه مقتنيات خارجية في هذه المناطق يجب عليه الانتباه وتثبيتها خوفا من سرعة الرياح العالية. لماذا هذه الرياح تحديدا نحدد دائما عندما نقول عن هذه الرياح بأن لديها مخاطر في المناطق الشفا غورية؟ هذا الرسم يوضح ذلك. الرياح الشرقية تندفع، هذه رسم شبه حقيقي لتوبوغرافية العاصمة عمان والمناطق الشفا غورية. هذا هو مثلا على سبيل المثال البحر الميت، و هذه مناطق الأغوار، هذه المرتفعات الجبلية، مرتفعات البلقاء والعاصمة عمان ومعظم المرتفعات الغربية في المملكة. تأتي الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية على هذه المرتفعات، تكون تقريبا في سرعة ما بين 50 إلى 70 كيلومتر بالساعة. عندما تهبط هذه الرياح من المنحدرات المتاخمة للأغوار تهبط بسرعة كبيرة جدا، وعند هبوط هذه الرياح بسرعة كبيرة تزداد سرعتها، فتصبح تتجاوز سرعة تقريبا 80-90 كيلومتر بالساعة، حتى إن في بعض المناطق محدودة قد تؤدي أيضا إلى أن تصل إلى أكثر من 100 كيلومتر بالساعة في مناطق ضيقة. هبوط هذه الرياح بشكل كبير بسبب فرق الارتفاع
عن سطح البحر يعمل ويجعل المناطق الشفاغورية هي أكثر عرضة لسرعات الرياح العالية الشرقية بعكس الرياح الغربية التي عندما تأتي تكون المناطق الشفاغورية أقل عرضة لها بشكل عام. هذه الرياح تؤثر على المناطق الزراعية هنا، البيوت البلاستيكية في هذه المناطق، وجميع هذه المناطق دائما يجب عليهم الانتباه بتثبيت أيا كانت من المقتنيات الخارجية بسبب شدة سرعة الرياح الكبيرة الناتجة عن هذه الحالة الجوية. حتى في البحر الميت دائما ننبه من السباحة في ظل الرياح الشرقية، كون الرياح الشرقية تهبط بسرعة كبيرة جدا على سواحل البحر الميت المتاخمة للمملكة، وبالتالي تدفع بأي شخص إلى داخل وعرض البحر وتصبح الأمور خطرة، وحدثت العديد من حالات بجنوح الأشخاص في البحر الميت بان تأثر المملكة بهذه الرياح. هذه الرياح متوقع أن تؤثر على المملكة اعتبارا بشكل تصاعدي من ليلة الخميس على الجمعة، وتصل ذروتها يوم السبت بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى توقعات الهطولات المطرية وهو أمر آخر، بالرغم من أن الحالة الجوية السائدة العامة هي جافة وهناك منخفض البحر الأحمر سيجلب على رياح قوية وأجواء باردة وأيضا أتربة مثارة، إلا أن هناك مراقبة حثيثة لاحتمالية تأثر مناطق جنوب وشرق المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم ليلة السبت على الأحد وصباح يوم الأحد. هذه الحالة تؤثر الآن حسب ما هو واضح لدينا في جنوب وشرق المملكة على شكل زخات رعدية من الأمطار التي قد تكون حتى غزيرة، لأنها حالة عدم استقرار جوي وبالتالي قد تكون غزيرة في بعض الأنحاء ومصحوبة بتساقط للبرد، فربما نشاهد بعض المشاهد لتساقط برد في مناطق صحراوية، ولكن بسبب أن هذه الحالة هي حالة عدم استقرار جوي تستوجب المزيد من المراقبة خلال اليومين القادمين. ربما تشمل هذه الحالة مناطق أوسع لكن لا ندري حتى اللحظة، هي المناطق الأوفر حظا هي المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية، ولكن بطبيعة حركة هناك منخفض علوي بالمناسبة في طبقات الجو العليا، طريقة حركة هذا المنخفض الجوي العلوي قد يكون لصالح أن تتأثر مناطق ربما العاصمة عمان وشمال المملكة ببعض من هذه الهطولات، ولكن الآن الأمور ما زالت غير واضحة، والأرجح هو أن تتعرض جنوب وشرق المملكة لهذه الهطولات المطرية الرعدية إن حدثت بمشيئة الله تعالى. نعود الآن إلى الأحوال الجوية المتوقع كملخص للثلاثة أيام القادمة. إذن الجمعة الأجواء غائمة جزئيا، رياح قوية، أجواء أبرد من المعتاد، سنشعر أن درجة الحرارة بالرغم من أنها 20 درجة مئوية سنشعر كأنها 15 درجة مئوية غدا، ظهور الكميات كبيرة من السحب والغيوم والأجواء مغبرة، ستكون الطقس سيكون مغبر بشكل عام، وليلة 12 درجة مئوية مع رياح قوية متوقعة بمشيئة الله تعالى. يوم السبت أيضا طقس مغبر، تبقى الأجواء مائلة للبرودة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة النسبي الحاصل وصورة 15 درجة مئوية، ويوم الأحد من 20 إلى 13 كما ذكرنا مساء يوم السبت ويوم الأحد هناك فرص ومتابعة لاحتمالية تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. هذه الليلة الطقس سيكون بارد، يتحول بشكل واضح لبارد أكثر وبارد جدا في ساعات ما بعد منتصف الليل مع نشاط سرعة الرياح، درجة الحرارة الصغرى 10 درجات لكن الملموسة قد تهبط إلى 8 و7 درجات أو حتى 5 درجات في بعض المناطق، والأجواء غالبا صافية بوجه عام. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة والصغرى ليلة الجمعة على السبت في مدن ومحافظات المملكة، وأعود وأذكر مرة أخرى هذه درجات الحرارة ليست تلك التي سنشعر بها غدا، سنشعر بأنها أقل بخمس إلى سبع درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. في إربد 23 إلى 15، في عجلون 21 إلى 13، في جرش 22 إلى 13، وفي مفرق من 22 إلى 12، ظهور لكميات كبيرة من السحب والغيوم وأيضا أجواء مغبرة في ذات الوقت. في العاصمة عمان 20 إلى 12، في البلقاء 21 إلى 15، في مأدبة 23 إلى 12، في البحر الميت 31 إلى 21، وفي الزرقاء من 22 إلى 12 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية في الكرك 21 إلى 13، في الطفيلة من 20 إلى 13 درجة مئوية، في معان من 21 إلى 11 درجة مئوية، في جبال الشراب من 19 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى الليل حوالي 10 درجات مئوية، في خليج العقبة الأجواء غائمة بشكل عام، العظمى 29 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى الليل 21 درجة مئوية. شرق المملكة تكون في أرويشد 22 إلى 9، في الصفاوي من 22 أيضا إلى 9، وفي الأزرق من 23 إلى 10 درجات مئوية. ملخص الحالة الجوية إذن بعد كل ذلك، ما هو الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة؟ رياح باردة وجافة شرقية تسود المملكة خلال تقريبا 72 ساعة القادمة، غبار وأتربة مثارة بشكل عام أيضا ميزة أساسية للأجواء خلال الأيام القادمة، وهناك فرصة لتطور حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت تحت
المراقبة بشكل عام. توصيات هامة بشأن هذه الأحوال الجوية هو الانتباه من انخفاض درجات حرارة اللافت المحسوس المتوقع خلال الليالي القادمة في المملكة، الانتباه من شدة سرعة الرياح وخاصة كما شرحنا قبل قليل في المناطق الشفة غورية بشكل عام، وأيضا الانتباه بمتابعة النشرات الجوية الدورية من احتمال تطور حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.